صغار هيا يا صغار نقضي هذا النهار في مشوار في مشوار ترونا فيه شطارتي مهارتي براعتي في جزيرة الشطار يا شطار العبوا امرحوا افرحوا افرحوا في احلى الحالات اجني اشغل اوقات نمزحوا هيا معنا يا صغار هيا يا صغار نقضي هذا النهار في مشوار في مشوار ترونا فيه شطارتي مهارتي براعتي في جزيرة الشطار يا شطار العبوا امرحوا افرحوا افرحوا في احلى الحالات اجني اشغل اوقات نمزحوا هي 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 نضحكوا ها 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 ونغني ترالالالا ترالالالا ترالالا هيا معنا عيشوا معنا ترالالا لجزيرة الشطار يا شطار أصدقاء الجزيرة هيا شطار شطار يساعدك على الوقاية من البرد لكن في حالتي أنا حساس جدا ضد البرد والريح الباردة قاسية جدا على حلقي بحيث يبدو صوتي الجميل رهيبا إنها مشكلة خطيرة فعلا على أي حال فصل الشتاء قاس عادة لذا أنا أفكر بأن أقوم ببعض أخبرنا ما هي الأخبار الهامة هيا أجل الأخبار قادمون جدد إنهم رهيبون قادمون جدد؟ بيبي من هم القادمون؟ أجل سأقول لكم اسمعوا إنهم أقوياء نوعا ما لكن ليسوا أقوياء جدا ليسوا ضعفاء على الإطلاق عيونهم كبيرة جدا طباعهم سيئة دائما أفواههم مفتوحة كثيرا حتى أذانهم وألسنتهم كبيرة وطويلة وحمراء اللون هكذا والأكثر من هذا عددهم الحقيقي غير معروف
واحيانا واحد فقط، لكن في اوقات اخرى يكونون اثنين او ثلاثه. اجل ثلاثه. ثلاثه؟ اجل نمور، انهم ثلاثه وينادون بعضهم البعض باسماء غريبه. ما هم بالتحديد؟ وحوش؟ بيبي، هل هم تماسيح ام انهم ذئاب؟ لا، في الواقع انهم انهم قطط. قطط؟ بيبي، ماذا تعتبرني؟ ما هذا السؤال؟ انت نمر اليس كذلك؟ اجل انا نمر، لذا لا اخاف من اي زوار في المنطقة وخاصة من القطط، هل تفهم؟ وانا مسرور بحضور اصدقاء جدد. اوه اجل، انت تعتقد ذلك؟ هناك امر اخر. ماذا هناك يا تالا؟ بخصوص حقيبتك الصغيرة نمور. بخصوص حقيبتي؟ أين هي؟ ليست معي، لقد فقدتها. لقد شاهدت ثلاث قطط يحملون حقيبة تشبه حقيبتك تماما في تلك الناحية. ماذا تقولين؟ تعالي نتحقق من ذلك. إنه أمر سيء، أنا منزعج جدا من ذلك. هاي أيتها القطط، أرجعي لي حقيبتي وإلا غضبت منك. أرجعي لي حقيبتي. إيه عزيزي فرفور، ما الذي مر من أمامنا بهذه السرعة؟ اسمع هارهور، لقد قلت لك من قبل إنه نمر. أجل هارهور، إنه فعلا نمر. ذلك الحيوان المراقب هو نمر. على أي حال أخي فرفور، لماذا يصرخ عاليا؟ هل تصرخ النمور عاليا هكذا دائما؟ لا، ليس بهذا الشكل هارهور، كان يصرخ هاي أيتها القطط الثلاث، أرجعي لي كنزي. لقد أخذت القطط كنزه الثمين، ولهذا كان يصرخ بصوت عال. أجل هارهور، إنما يقوله فرفور هو الحق. إنه يثير للشفقة. على أي حال، أين ذهبت القطط التي أخذت الحقيبة؟ أخي كركور، هيا نساعد في البحث عن تلك الحقيبة. أجل. وماذا عن هذه الحقيبة؟ أتعرف كانت ملقاة على الأرض، وقمت أنا بالتقاطها وأنت شاهدتها معي. أنت على حق، سنتجه إلى مركز الشرطة لتسليمها. أين ذهب نمور؟ لماذا ركض بهذه السرعة؟ أتعتقدين أنه كان يضع شيئا هاما جدا في تلك الحقيبة؟ لابد أنه يضع الكرة في الحقيبة. تقصدين الكرة الزجاجية البراقة؟ أجل، إنها كرة من الماس وهي هدية من والدته، لذا فهو لا يريد أن يخسرها. لقد أخبرني قصة كهذه القصة من قبل. تكلما عن الكرة الزجاجية البراقة. أخي، هل سمعت؟ كرة مصنوعة من الماس. أجل سمعت، إنها كرة ثمينة جدا. سنكون سعداء وأغنياء. كركور. أخي فرفور. لقد وجدتهما. هيا أنتما أعيدا. هيا لنتوقفا. هيا بسرعة. إن أخي هارهور ليس معنا. ماذا قلت؟ توقفا. أخي، ماذا سنفعل الآن؟ يا ترى النمر غاضب وراءنا. اسمع كركور، لنركله على الفور، وبعدها سنضع الكرة الزجاجية على الأرض. هيا. انتبه. أخي. كركور. توقف. أخي هيا ارقد. هيا. لن تستطيع الهرب بعد الآن. لا. ميمي، إنها لي. هارهور، يا لك من هر غبي.
يجب علي أن أرحل الآن، أنا آسف. هل يمكنني مصافحتك؟ أجل، أتمنى أن أراك لاحقا. إياكم والمتاعب مرة ثانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إنها موجودة هنا. حقا موجودة؟ الكرة البراقة؟ ليست كرة براقة، إنها هذا. كانت أم السكر؟ وماذا عن الكرة التي أخبرتنا عنها؟ ماذا تقصدان؟ إنها هدية ثمينة من أمي، لذا إني أضعها في مكان أمين ولا أحملها معي عندما أخرج للعب. والكرة في الحقيبة هي كرة عادية، وبما أن القطط الثلاث لم تأكل الكعكة فربما لا تكون سيئة. لهذا فقط أنت مسرور؟ كعكة عادية؟ كم أنا مرتاح وجائع أيضا. ولكن يا نمور، هل ستلتهمها وحدك؟ قلقنا عليك حين فقدت الحقيبة. هاي، هل أنتم بخير؟ أنا مسرور لأنكم جميعا كذلك. لقد كنت مستاءا جدا مما يحدث هنا. قلبي كان ينبض بشدة خائفا من حدوث مكروه لكم. كنت قلقا عليكم، صدقوني يا أصدقائي. إذا كان صحيحا، لماذا لم تحضر معنا؟ لا، كنت مشغولا جدا. على كل، لنأكل الكعكة الآن. حسنا حسنا. شكرا. لماذا صفحت ذلك الهر المشاغب؟ لأنك ذكرت أن تلك القطط ليست مؤذية. هذا هو السبب؟ على أي حال، هرهور كان لطيفا، شعرت بذلك. أعتقد أن نمور يغار كثيرا. لا لا أنا لا 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 أنت غيور. أنت ذكي لأنك أخذت الكرة الزجاجية واحتفظت بها. إذن عليكما باحترامي، والآن أعطني بعض الماء أرجوك. إنني سعيد جدا بها. أحقا؟ وأنا أيضا سعيد جدا بها. أبي اقطع الجليد عن البحيرة من أجلي. سأفعل ذلك قبل أن أذهب للعمل. ماذا تريد أن تفعل بالثلج يا نمور؟ سأصنع شيئا. قطعة الخبز، هاتها. دعها، يمكنك أن تتناول غيرها. ولكن هذه قطعتي يا أمي. نانا، هذه قطعتك وهذه قطعتي. لا، هذه قطعتي أنا، لا تأخذها. كم هذا مزعج في الصباح الباكر. نمور، لست المخطئ. نمور، لا تريد أن تسبب المتاعب. حان وقت الذهاب إلى العمل الآن. حسناً، أراكم لاحقاً. أنتظر ما ستفعله بفارغ الصبر. شكراً لك أبي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكراً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سوف أسمع السقف وحدي دون مساعدة. بيبي. أنا آسف، آسف جدا. إنها غلطتي، أنا آسف يا صديقي. كم هذا رائع، كم أود العيش في مثل هذه القلعة. لقد أكملت بناء السقف بنفسي، كان عملا صعبا. انظروا إلى منقاري، لقد أصبح مشوها فعلا. من يقول هذا؟ أنا المتعب، ما زلت أتألم. نحن جائعون الآن. أمي تعد طعاما لذيذا لنا، انتظروا سأحضره لك. طعام؟
أتمنى أن يكون طعاماً رائعاً مثل هذه القلعة الجميلة. وأنا أتمنى صوت أب من هنا. قفلنا الدخول. هل أنتما بخير يا أصدقاء؟ هل أنت بخير؟ لا أرجوكم أحضروا لي سلاتي. ميمي هل أنت هنا؟ ميمي هيا هيا. إنها رائحة كعك. أرجوني سأذهب. لا تتركوني وحدي هنا. أرجعوا لنا الكعك المحلى. يا لهم من مزعجين فعلا. أجل هيا بنا نذهب بسرعة. حسنا. أرجوك انتظر نمور. هيا بنا بسرعة. لم أعد قادرة على الركض. لم أعد قادرا على الركض. لماذا أنتما بهذا الضعف؟ المكان دافئ دافئ. هذه مشكلة. إذا تأخرنا سيأكلون الكعكة كلها. نمور احملني على ظهرك أرجوك. نمور ترى من أي باب دخلوا. هذا الباب ساخن جدا. ربما هذا الباب. فرائحة الكعك قادمة من هنا. أنا أشعر بالخوف. لا تقلقي لا تقلقي. هيا يا أولاد هيا بسرعة. إنه صوت غريب. أشعر بالخوف يا أمي. لا تتعلق بها كذا. هيا. أرجعوا لنا الكعك المحلى. اهدأوا. بعد أن أكل كل الكعك المحلى سأكلكم جميعا. هاي اسمعوا أيها المشاغبون، لقد بنيت القلعة بنفسي. ونحن شاركنا أيضا. لكني بنيت سقف القلعة وحدي. أيها المشاغبون، لماذا تأكلون الكعك المحلى هنا؟ إنه لنا. نعم لنا. يا لك من ببغاء مزعج. اهجما علي. أبي فرفور هل أنت بخير؟ هاي أيها المشاغبون. يا غبي، لا يمكنك أن تهزمنا بهذا السيف. هناك سلاح واحد فقط بإمكانه أن يهزمنا. ذلك السلاح فقط. أجل، وما هو السلاح؟ إنه يسمى سيف النار، ألا تعرفونه؟ فرفور هل أنت بخير؟ نمور هيا بنا بسرعة. هيا، أين هو سيف النار الذي قلع عنه؟ ربما موجود في هذه الغرفة. حسنا. نمور اضربوا الآن بقوة.
الكعك المحلى لي أنا ولن أتخلى عنها أبدا. أكلت كثيرا. أعتقد أن هذه البوابة كانت مفتوحة. ميمي قادمة، تأخرت. ها آسفة، وقعت مشكلة. فرفور والآخرون حاولوا الاستيلاء على الكعك. أحضرت كعكة محلى؟ تعرفي ماذا تسأل؟ أرجوكم قولوا ما تشاءون. تبدو لذيذة، لكن إذا أكلت الكثير منها هل سأختنق؟ هيا ابدأوا. هيا نمور، لا تأكل بسرعة وإلا ستصاب بألم في معدتك. هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار في مشوار، ترون فيه شطارتي مهارتي براعتي في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا أمرحوا أفرحوا أفرحوا في أحلى الحالات، أجني أشغل أوقات، نمزحوا هه هه هه، نضحكوا ها ها ها، ونغني ترا لا لا ترا لا لا ترا لا لا. هيا معنا عيشوا معنا ترا لا لا، لجزيرة الشطار يا شطار. هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار في مشوار، ترون فيه شطارتي مهارتي براعتي في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا أمرحوا أفرحوا أفرحوا في أحلى الحال.